أعزائي الطلاب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معكم في الجزء الثالث من حلقات كيفية كتابة البحث خطوة بخطوة. إن شاء الله يوم الماضي رأينا كيف نعمل الغلاف وكذلك كيف نخطط المقدمة وأهمية البحث وخطة البحث والتمهيد. إن شاء الله فيديو اليوم سيكون عن محتوى البحث، إن شاء الله سوف نبدأ من ذلك إلى أن نصل إلى غايتنا. علما أننا سوف نيسر لك كل شيء في هذا البحث. ما هو هؤلاء التيسير؟ هؤلاء التيسير منها سوف نريك كيف أنت لو كتاب أو المرجع الموجود معك في الكتاب، المراجع الموجود معك في الكتاب، لو هذا المراجع موجود عندك في صيغة PDF، سوف نريك كيف أنت تحول هذا PDF إلى الوورد وتأخذ نسخ وتعمل لصق في البحث من غير تعب، من غير ما تجلس وتكتبه بالكيبورد سواء كان للجهاز أو للتليفون. أيضا تيسير، أيضا نجعل لكم مثلا كثير منكم سوف يعني كتاب الكلية الذي معك لازم يفتحه ثم يكتب بكتابة، يكتب على اللوحة المفاتيح الجهاز أو التليفون من هذا الكتاب، أليس كذلك؟ إن شاء الله سوف نريكم كيف أنت فقط تصور أماكن التي تريدها في الكتاب في هاتفك، وبعد ذلك تغيره إلى كتابة مكتوبة داخل الهاتف وداخل الوورد، ثم تنقله إلى الجهاز، ثم فقط تعمل له منه نسخ وتعمل له لصق في بحثك من غير ما أنت تجلس وتكتب كل شيء باليد. فقط تصور الكتاب أو ورقة الصفحة التي أنت تريدها تصورها في الهاتف مباشرة، يغيره لك إلى كتابة موجودة في داخل وورد في التليفون. نريكم كل هؤلاء بالتفصيل، وكذلك نريكم كيف أنت تكتب هذا البحث في الهاتف، وبعد ذلك في الآخر في نهاية البحث سوف نريكم كيف أنت تغير هذا البحث من صيغة الوورد إلى PDF سواء كان في الجهاز أو سواء كان في الجوال إن شاء الله. إذا ابقوا معنا في موضوع هذه الحلقة. إذا محتوى البحث، إذا أقول المحرمات من النساء، أنا كتبت هنا المحرمات من النساء بهذا الشكل، تمام، أعمل شيفت الكاف وأعمل إيه أنتر. أكتب الآن الفصل الأول، أعمل شيفت الكاف وبعد ذلك أعمل أنتر، وفصل الأول ينقسم إلى مبحثين. إذن أكتب الآن المبحث الأول. المبحث الأول هذا مثلا يتكون على إيه؟ إذن أقول المحرمات من النساء، تمام. إذن الفصل الأول، المبحث الأول، المحرمات من النساء بالنسب، إذا أنت تشرح ذلك هنا حتى إلى النهاية. لو كان مثلا هذه العبارة أنا أخذه من الكتاب، سوف يعني أنا أخذه بهذا الشكل كوبي بهذا مثلا، وأعمل كليك يمين، آتي أعمل كوبي وآتي إلى البحث، أعمل مسافة وأعمل كليك يمين، أختار هذا الشكل أو أختار حرف A كما أريد، مثلا أختار هذا، ثم بعد النهاية ماذا أفعل؟ أعمل Enter هنا، أكتب الآن هنا الآن المبحث الثاني، أعمل Enter، إذن أكتب هنا المحرمات من النساء برضاء، بعد ذلك آتي أذكرهم تفصيلا حتى إلى النهاية. كمثال مثلا نأتي إلى هنا، نأخذ مثلا هذا الشكل، تمام. إذا ذكرت المحرمات من النساء في مبحث ثاني برضاء. لما ينتهي ذلك أيضا، إذا أذهب إلى أعمل هنا فقط، أعمل Enter مرة أخرى، إذا أكتب المبحث الثالث. لكن لو كان بحثك لا يحتاج إلى مبحث ثلاثة مباحث، يحتاج إلى مبحث واحد فقط، تكتفي بمبحث واحد، يحتاج إلى مبحثين، تحتاج إلى مبحثين، يحتاج إلى ثلاثة مباحث وإلى غير ذلك، إذا أنت لازم تنظمه بهذا الشكل. الآن أنا نهيت من المبحث الثاني اللي هو محرمات من النساء. في المحرمات من النساء هذا فيه مطالب، إذا أكتب Enter. المطلب الأول هو ماذا؟ إذا أقول لما كتبت شروط التحريم برضاء، إذا أعمل Enter، أكتب الشرط الأول، أكتب الشرط الأول حتى إلى النهاية. مثلا لو الشرط الأول موجود عندي في الكتاب أنا كتبته مثلا
ده انا الشرط الاول. بعد ذلك نهايته من الشرط الاول اعمل انتر مرة اخرى اكتب الشرط الثاني. بعد ما ننتهي من هذا نكتب نعمل انتر ايضا مرة اخرى ونكتب المبحث الثالث. اذا نعمل انتر نكتب هنا الان المحرمات من النساء بصهر. اكتب النساء التي ان يهرمن بالسهر. بهذا الشكل اذا انهيت من كتابة المحرمات من النساء بالسهر. اذا اعمل انتر هنا الان اكتب مثلا الفصل الثاني. فصل الثاني ايضا عندي ممكن يكون له مبحث واحد مبحث ثاني. اذا مثلا لو كتبت الفصل الثاني عملت انتر اذا ماذا اكتب؟ اكتب هنا المبحث الاول ايضا. اكتب هنا مثلا المحرمات من النساء تحريما معبدا. ثم اكتب مثلا المبحث الثاني المحرمات من النساء تحريما مؤقتا. انت تكتب البحث هكذا حتى الى النهاية تدرجيا واحد بعد واحد حتى ينتهي البحث. بعد نهاية البحث نصل الى الخاتمة وما الى غير ذلك. لكن قبل ان نصل هناك سوف اشرح لكم كيف انا اخذ يعني شروط كما في شروط عندكم. يقولون لكم لازم أن تعتمدوا على كتاب الكلية. إذا أنت سوف مثلا لو قلت المحرمات من النساء بالنسب تكتب ما قاله الدكتور في الكتاب. بعد ذلك لو يمكن أن ترجع إلى بعض الكتب لتأتي بالمعلومات منها، لكن هم قالوا أيضا في هذا قيد. يعني ما هذا القيد؟ الكتب المذكور في كتاب الدكتور. يعني لو دكتور قال كلمة وعمل له هامش أنه أخذه من كتاب معين، إذا يمكن لك أن ترجع إلى هذا الكتاب. لكن أن تأتي بكتاب أخرى ليست مذكورة في كتاب الدكتور هذا أيضا قالوا أنه ممنوع. ربما في بعض الكليات يعني جائز، لكن لأنني لم أقرأ شروط جميع الكليات، لكن في بعض الكليات لا يمكن أن تأتي بمراجع أن ترجع إلى مرجع أخرى غير المراجع المذكور في كتاب الدكتور. إذا مثلا لو انا مثلا اخذت هذه العبارة مثلا من مكان تحريم يعني مثلا المحرمات من النساء مثلا بالنسب، انتهى كلمة الدكتور هنا، دكتور امل هامش وقال لي ان اذهب مثلا الى التفسير القرطبي كمثال. اذا فماذا انا افعل؟ لو انا نظرت الى كتاب الدكتور كتب رقم واحد هنا ثم كتب في الهامش كتاب معين يكتب كتاب ورقم صفحة، فأنا مباشرة أفتح المكتبة الشاملة عندي بهذا الشكل. وكيف أعمل بحث في مكتبة شاملة في كتاب معين؟ سهل جدا، طالما الدكتور قال الكتاب في الهامش وذكر رقم صفحة وما إلى غير ذلك، إذا مباشرة أنا أفتح مكتبة شاملة، أنقر على هنا أو أنقر على المنتصف بهذا الشكل، كليك مرتين، آتي إلى تصفية. في تصفية مباشرة أنا أكتب اسم الكتاب هنا، مثلا كتب لي التفسير القرطبي، إذا أكتب هنا تفسير القرطبي مباشرة. تمام، مباشرة أجد تفسير القرطبي يأتيني مباشرة هنا، إذا أنا أقوم بكليك مرتين عليه. إذا الدكتور يكتب في المرجع عنده رقم صفحة ورقم الجزء أيضا. يعني لما يفسر الآية مثلا قال لك في صفحة 11، إذا أنت تأتي إلى هذه القناة تحت وتكتب 11. يعني وفي أي جزء؟ في الجزء الثاني، إذا أنت تكتب هنا في هذه القناة 2. إذا في المكتبة الشاملة هذا المكان خاص برقم الصفحة وهذا خاص برقم الجزء. إذا مباشرة بعد كتابة هذا أنت تعمل Enter مباشرة. إذا مباشرة هذه هي صفحة 11 جزء ثاني. إذا لو كان الآية موجود هنا مباشرة، إذا دكتور وقف في مكان أنا أريد أن أعمل زيادة، إذا مباشرة أنا أيضا أخذ الزيادة هذا بهذا الشكل. ولا تنسى عندما تأخذ هذه الزيادة في المكتبة الشاملة نجد عندك شيء هنا إخفاء التشكيل. لو نحن أزلنا التشكيل نأخذه بهذا الشكل يكون مع التشكيل، إذا فالتشكيل في البحث ليس جيد، لذلك نقف هنا نقول إخفاء التشكيل، ثم نأخذ الغرض الذي نحن نريده من أي مكان إلى أي مكان، ثم بعد ذلك مثلا نعمل كوبي بهذا الشكل، ثم نذهب إلى الورد الموجود معنا، ثم أقف في هذا المكان أعمل كليك يمين وأختار A الصغير بهذا الشكل. انتهى البحث عندي يعني في هذا المكان، أعمل سبيس وبعد ذلك آتي إلى بريفيرنس وبعد ذلك أعمل له هامش، أعمل له هامش انسر فوت نوت. تمام، مباشرة هامش نزل معي في التحت هنا
نعمل سحب للرقم بهذا الشكل ونجعلها اتجاه العربية، ثم بعد ذلك مباشرة أنا أكتب الكلام الذي أنا نقلته الآن الذي كتبته أمامها رقم واحد أخصه من أي كتاب إذا اللي هو أشار إليه الدكتور، إذا آتي بهذا الكتاب. مثلا لو أخذت من هنا حتى إلى صفحة يعني 13 14 15، إذا مثلا مباشرة أنا أكتب مثلا في البحث هنا، أكتب أكف هنا أعمل سبيس، أكتب مثلا أكبره حتى ترونه أكثر، تمام؟ مثلا أكتب تفسير قرطبي، ثم بعد مثلا أنا أريد أن أكتب الصفحة فقط اكتفي بالصاد، ثم أعمل نقطتين مع بعض بشيفت الكاف، إذا أكتب مثلا 13 أو 14 أو 120، ثم أعمل هذا الشكل اللي هو شرطة، وبعد ذلك أكتب مثلا الجزء يختفي بالجيم فقط، ثم شيفت والكاف، بعد ذلك جزء رابع أو ثاني أو ثالث، إذا أكتب الجزء الذي أنت وجدت فيه، ثم بعد ذلك أنت يمكن لك أن تكتفي بهذا بهذا الشكل. هذا هو الهامش. يبقى لو قرأ الدكتور هذا الكلمات لا توجد عندها في الكتاب، إذا مباشرة ينزل إلى هنا يجد أنك أخذته من أي كتاب، إذا في أي صفحة وفي أي جزء، إذا مباشرة هو يعرف أنك كملت كلام الذي وقف عليه في كتاب تفسير القرطبي. وليس يعني هذا نموذج كتفسير قرطبي، لكن يمكن أن تعمل هذا في كل الكتب. السؤال الآن كثير منا يعاني منه اللي هو هذا السطر أنا لا أستطيع أن أنقله إلى اتجاه العربية في بعض الأجهزة، فسهل جدا جدا جدا. الهامش الذي أنت عملت به قم بتهديده بهذا الشكل، ثم تعال إلى هنا اللي هو Outline، هذا اختاره بهذا الشكل، ثم تعال إلى Preference، ثم أنقر على Insert Footnote هكذا، ثم تعال إلى هذا المكان اختار خيار الثاني، ثم ارجع إلى هوم بهذا الشكل، ثم اختار اتجاه العربية، ثم الآن اختار هذا الشكل. ماذا حصل؟ نجد السطر جاء معنا في هذا المكان. نحن نتوقف هنا اليوم، إن شاء الله يوم أخرى نكمل الباقي بإذن الله تعالى.